السيد ممثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السادة الأساتذة المحاضرون أيها الحضور الكريم، باسم السيد رئيس المجلس الإقليمي لإقليم ديزنيت يسعدني أن أتناول الكلمة نيابة عنه لأعبر لكم عن مدى سعادة كافة أعضاء المجلس الإقليمي بمثل هذه اللقاءات التي تعمل على إبراز غنى الشعب المغربي من خلال ما يدخره من ثروة لا مادية تتجلى في تراثه اللامادي. فإقليم تيزنيت ومن خلاله طبعا مدينة تيزنيت كانت دائما محجا لكل الفاعلين والمفكرين والمشتغلين على إبراز هذه الثروة وعلى إبراز هذا التراث. وبالطبع كما جاء في كلمة السيد العامل أن الخطاب الملكي السامي الأخير والذي ركز على القيمة المضافة التي يشكلها تراثنا اللامادي في حصر الثروة التي نتمتع بها والتي نتميز بها عن باقي شعوب العالم. بالنسبة للمناطق الجنوبية، التراث اللامادي يصح لنا أن نقول، وأنا غادي ندخل شوية في نقاش مع الإخوان المفكرين، أنه ليس بعد تراثا بحكم أننا نعيش. فهذه التجليات كثيرة من هذا التراث اللامادي ومن هذه الثقافة التي ورثناها عن السابق ما تزال تعيش بيننا وما نزال نمارسها. وبالتالي فالإنسان المغربي والإنسان ديال الجنوب يعتبر في الحقيقة مجسدا لهذا التراث المادي من خلال تشبثه به ومن خلال كذلك اعتباره جزءا من الخلفيات التي تحدد سلوكاته في شتى المجالات، سواء في طريقة التعامل أو في طريقة العيش بصفة عامة. وبالتالي فيمكن أن نقول بأننا ما زلنا نعيش تراثنا اللامادي، ويبقى الآن كما قال السيد العامل أن نحافظ عليه ونطوره ونجعل منه دعامة من دعامات التنمية بمجالنا. ولهذا فباسم السيد رئيس المجلس الإقليمي أرحب بالجميع وأشكره.